السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم في قناة الرياضات والإحصاء Mathematics and Statistics. إن شاء الله الليلة هنتكلم عن باب جديد، باب الانتجريشن، عبارة عن المحاضرة رقم 20 lecture 20. أوكي، so we will start it. أوكي، طيب هنشتغل إن شاء الله مع بعض التكامل. قبل ما نبدأ يا شباب، الرجال اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان نصلكم من جديد إن شاء الله. والانتجريشن هنبدأ بأول حاجة، هنعرف هنعرف الانتجريشن ده عبارة عن شنو. هنشوف مع بعض مقدمة ظريفة كده. The process of integration versus the process of differentiation. In differentiation, if f of x equal 2x square, then f dash of x equal 4x. لو عندنا مثلا الدالة بتاعتنا يا شباب f بيساوي 2x تربيع، معنى الدالة التفاضل بتاعها هيكون كم؟ 4x عادي. Thus, the integral of 4x is 2x square. معناها يا شباب طوالي زي ما شايفين التكامل هنا عبارة عن عملية عكسية لشنو؟ عملية عكسية ليه؟ التفاضل، يعني تفاضل x 2x تربيع بكم؟ ب4x. عملنا انتجريشن ل4x ثاني جاتنا بشنو؟ ب2x square. We can represent this process by quadratic. Okay. هنشوف مع بعض، هنمثل الكلام ده بشنو؟ بجراف قدامنا كده زي ما شايفين الديفرنشيشن. هنعمل ال 2x square differentiation، حجينا شنو؟ حجينا 4x. اعمل ل 4x integration، حجينا شنو؟ 2x square. العملية هتكون شنو؟ هتكون مواصلة في الصورة دي. اوكي، طيب شوف مع بعض، the situation gets a bit more complicated because there are an infinite number of functions. We can differentiate to give 4x. Here we are some of those functions. If we have f of x equal 2x square plus 7, so and g of x equal 2x square minus 8, then h of x equal 2 square and h of x 2 square plus half. So دي عبارة عن الدوال كانت في الصورة دي. طيب نشوف مع بعض activity بسيط كده. قال لنا write down or write شنو؟ write down at least five other function whose derivative is 4x. دي كلها قبل شوية كانت عبارة عن شنو؟ دوال كلها تفاضلها كان كم؟ عبارة عن 4x. دي عبارة عن انه بعد ذاك دي الدوال ادونا لها جاهزة يا شباب، كلها كانت بلس شنو؟ بلس عدد شنو مختلف، كانت 2x square بلس شنو؟ واحدة بلس عدد ثابت 7، واحدة بلس هاف، واحدة بلس 8 and so on. اي عدد كان كل التفاضل بتاعها بكم؟ لما نيجي افاضل دول كلها بشنو؟ ب4x، والثابت هناك بيكون بشنو؟ ب0. عشان كده شباب في حاجة ظاهرة جديدة اسمها شنو؟ ثابت التكامل، عبارة عن شنو؟ كونستنت اربيتري كونستنت، او ثابت اختياري انا مخدته عشان اعرف قيمة الثابت اللي كان موجود في قبل الشغل بتاعنا. فده عبارة عن ثابت شنو؟ اختياري بالنسبة لثابت شنو؟ التكامل. طيب هنشوف مع بعض مقدمة قبل ما نبدأ التكامل قوانينه. You would have noticed that all the functions have the same derivative is 4x. زي ما شفت الدوال قبل شوية كانت كلها تفاضلها بكم؟ ب4x. When we differentiate the constant term we obtain 0. زي ما شايفين كل التفاضلات دي كانت بكم؟ ب4x، لكن الثابت الجنب كله هيكون بشنو؟ ب0. Hence when we reverse the process we have no idea what the original constant term might have been. Okay, some we include our response an unknown constant c called the arbitrary constant. زي ما قلنا the arbitrary constant of integration. The integral of 4x is 2x square plus c. طب يا شباب عشان كده انا اشوف يا شباب انه انا بعمل شنو؟ بكامل تكامل عادي، واخدت الثابت بتاعنا شنو؟ ثابت اختياري. تمام، ثابت شنو؟ ثابت اختياري. تمام، الثابت هيكون دايما ثابت اختياري، اسمه شنو؟ unbounded by c. In differentiation the differential coefficient dy by dx indicated that the function of x is being differentiated with respect to x. The dx indicating that it is
with respect to شنو اكس، معناها شو هو المونيولين شنو دي واي باي دي اكس، معناها انا بعمل شنو، بعمل انتجريشن لواي with respect to شنو with respect to اكس، او بفاضل الواي بالنسبه لشنو بالنسبه لشنو بالنسبه ل اكس دي في الديفرنشيشن. هنا برضو في التكامل برضو حيكون شنو، حكامل ليها برضو بالنسبه لشنو متغير، يعني يا بالنسبه لاكس او بالنسبه لشنو لاذر فاريبل. سو ان انتجريشن ذا فاريبل اوف انتجريشن is shown by adding the between two brackets the variable after the function to be integrated integrated. طيب انا برضو عاوز مثلا فاضل بالنسبه لحاجه متغيره، بعمل دي قبل التفاضل او قبل المتغير بتاع عاوز افاضل له، وبعدها اكتب المتغير. مثلا عاوز افاضل بالنسبه لاكس هكتب دي اكس، عاوز افاضل بالنسبه لواي اكتب شنو دي واي and so on. So when we want to integrate the function a function we use special notation. عاوز افاضل مثلا f of x بالنسبه لاكس، هقول integration بالنسبه للفانكشن بتاعتي times d between بعدك هتكون بعدها شنو after d هكتب شنو we write I write شنو x، اللي هي معناها الكلام ده كله بفاضل بالنسبه لشنو بالنسبه ل x. ده عباره عن مفهوم الناس تكون عارفاه، مفهوم ثابت. طيب عاوز افاضل بالنسبه ل y اكتب dy، عاوز افاضل بالنسبه ل m اكتب dm and so on. Thus to integrate for x we will write as follows. عاوز افاضل بالنسبه لشنو ل x اكتب نفس الطريقه بتاعتي، فافضل بالنسبه لاكس اكتب نفس الطريقه بتاعتي اللي انا كتبتها قبل شويه. طيب عندنا بعض القوانين او بعض الرولز عاوزين نشوفها مع بعض. دي القوانين الاساسيه، هنبدا باول قانون عباره عن انتجريشن بالنسبه لاكس والسين. طيب انا بعمل شنو في الحاله دي؟ لو جاتنا اي بولينوميال فانكشن هعمل شنو؟ بعمل اد للباور تحت الاكس 1 ديفايد باي ذا سيم باور بلس سي. ستاتس ذات ان هي از نوت ايكوال تو نيجاتيف 1 في الفانكشن بتاعتي انتجريشن فور اكس والسين، هعمل شنو؟ هضيف لها واحد، تبقى اكس والسين زائد واحد على اكس على ان زائد شنو؟ واحد زائد شنو؟ كونستنت، والكونستنت هي عباره عن كونستنت في انتجريشن. هنا يا شباب لكن في القانون الاساسي هنا لازم ال لا تساوي شنو؟ must be ال not equal to شنو؟ to negative 1. اوكي؟ القانون الثاني بالنسبه لل e و c x e to the power of x، عاوز اعمل لها integration هتكون 1 over a e to the power of ax plus c، هتكون واحد على الكوفيشن بتاعت ال x في نفس الداله بتاعتي زائد شنو؟ زائد ثابت. integration بالنسبه لل f dash of x divided by f of x equal لين f of x. لما نلقى الداله بتاعتي يا شباب f dash of x على f of x، هالكون الكلام طوالي هنا هيكون بيساوي شنو؟ بيساوي لين f of x plus c. معناها يا شباب لو كان البسط مشتغل المغام طوالي الناتج هيكون شنو؟ لين المغام، او بصورة تانية المغام تفقد وقعد في البسط الناتج هيكون لين المغام. if we have the denominator and the denominator if we have denominator f dash of x in denominator and f of x in denominator, so the function the derivative of this function is lin denominator for this function okay plus arbitrary constant c. after that we will go to integrate the trigonometric function the first one cosine ax. هشوف بعدك حدو شوف الدوال شنو الدوال المثلثيه بتاعتنا، اول دال عباره عن شنو cosine ax، هتكون طوالي برضو يساوي واحد على a واحد على معامل x بتاعنا 1 over a sine ax في الديريف بتاع في الانتجريشن بتاعت الكوساين عباره عن شنو؟ عباره عن sine ax plus c. اوكي ده عباره عن شنو؟ التكامل بتاع شنو؟ بتاع الكوساين. تمام هنشوف مع بعض تاني التكامل بتاع الساين عباره عن شنو؟ minus 1 over a cosine ax. الدالة اللي بعديها عبارة عن شنو؟ سيج سكوير اكس هتكون 1 over a tan ax plus c، كوسيج سكوير اكس هتكون minus 1 over a cotan ax plus c، سيج سكوير or سيج ax tan ax هتكون 1 over a sec ax plus c، كوسيج ax times cotan ax equal minus 1 over a cosec ax plus c. After that we will go to find the integration for hyperbolic functions like cosine sec square cosec square and sec a x times a x and cosec times cos. We'll go to see it. Okay, the first one is the integration of cos a x is 1 over a sine a x and the differentiation of sine a x is 1 over a cos a x. Okay, after that sec square a x equal 1 over a tan a x plus c. Number after that the derivative of cosec square ax equals minus 1 over a cos ax plus c. The last two here sec ax and tan ax equal minus 1 over a sec ax plus c. And the last formula in this back the integration for sec cosec ax times cotan ax equal minus 1 over a cosec ax plus c.
So we have some properties for integration. This one property f of, for example, the properties for one property we have also integration for f of x plus g of x or minus g of x equal integration for f of x dx plus or minus integration for g of x dx. We have some examples for also the other property, integration for a, well, a is constant, integration for a times f of x dx equal a integration for f of x dx. For example, number, we have two examples here, number one and number two. Number one, integration for x cubed minus 2 over x squared plus square root of x minus 4 plus 6 sine 2x plus 1 over x sec square x dx. And example number two, integration for x divided by 3x squared minus 5, okay, with respect to x. طيب بالنسبة لx cube حعمل شنو؟ حعمل add حتكون x add 1 حتكون x power 4 divided by 4 minus x square minus 2 over x square. حعمل شنو؟ حنطلع ال power فوق ال x حتكون ب power negative فوق. حعمل integration عادي, حتكون x power of negative 1 divided by negative 1 وال square root of x معناها x power of half, معناها حتكون x power of half plus 1 divided by half plus 1. وهنا عندنا ال 4 عبارة عن constant, حضرب اي constant في شنو؟ في x, حتكون minus 4x plus 6 sin 2x plus 1 over x. 6 sin x حتكون 6 times 1 over 2 minus 1 over 2 cosine 2x plus 1 over x. Here x equal, the difference of x here is equal 1, so the integration for 1 over x is the ln x. The last for the last function in this integration is sec square x. The difference of sec square x is tan x. Last we add c, حتكون اكثر حاجه حضيف شنو؟ حضيف السي بتاعتي. هنشوف الاكزامبل الحل بتاعها هيكون في الصوره كيف. زي ما شايفين السوليوشن بتاعنا هيكون x power of شنو؟ x power of 4, x power of 4 divided by 4, يعني حامل 3 plus 1 و divided by 3 plus 1 minus 2 over minus 2 plus 1 times x power of minus 2 plus 1. برضه حتكون x power of half حضيف لها 1 زي ما شايفين, divided by half plus 1 minus 4 divided by 0 plus 1 to the power x to the power of 0 plus 1 plus 6 over 2 cosine 2x plus dx 1 over x, حتكون لين x زي ما قلنا. والانتجريشن بالنسبه لسيك سكوير 2x equal 1 over 2 tan 2x plus c. The last one we have حتكون x to the power of 4 divided by 4 plus 2x to the power of negative 1 divided by so plus 2x to the power of 3 over 2 divided by 3 minus 4x minus 3 cosine 2x plus ln x plus 1 over 2 times 2x plus c. نشوف مع بعض الاكزامبل نمبر 2 عبارة عن شنو. integration for x over 3x square minus 5, حضرب في 6, اضرب في 6 divided by شنو, multiplied i divided by 6, so we get integration for y. ليه؟ لانه 3x square في المقام, طب هذول 6x معناها حضرب في 6 واقسم على شنو؟ على 6 عشان الفصل يكون مشتغل شنو؟ ليه المقام. وبعد ذاك الكلام حيكون التفاضل بتاعنا حيكون لين شنو؟ لين المقام, حتكون over 6 قاعدة برا, حتكون لين 3x square minus 5 plus c. We have some exercise, find the following integration. عبارة عن تكاملات cosec square cosec 3x cotan 3x minus 2x cube dx, هو integration for 4x cube minus 2 divided by x power of 4 minus 2x, integration for tan square x dx, integration for, and tan here we have some hint, tan square x equals sec square minus 1, okay. Also we have some activities in this here for also find the integration for these functions, okay. Also we have some activities here, some integration, solve all this integration by using the last formulas, okay. Thank you so much for watching this video, and thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجاء قبل ما الرجاء اشتراك في القناة للناس اللي مشتركة وتفعيل الجرس, وإن شاء الله الناس تكون استفادت أكتر. المرة الجاية إن شاء الله هندعم الأمثلة بأمثلة أكتر, بس الناس لازم تحل الهوم ورك عشان الناس تستفيد وتعرف القواعد
هي عبارة عن تطبيق شنو مباشر للقواعد طوالي ما فيه كلام كتير، بس تحفظ القاعدة وتطبق طوالي تطبيق شنو مباشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. والناس اللي ما مشتركة تشترك إن شاء الله في القناة، وتفعل الجرس وتعمل شير للفيديو عشان الناس تستفيد أكبر فائدة، وشكرا لكم كثير.